أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا طالب مبتدي، وإذا حصل اختلاف بين أهل العلم أنفسهم كما في هذه الأزمان، هل يلزم طالب العلم بيته أفضل له، أم يبقى في ملازمة العلم مع شيخه؟ يطلب العلم في المساجد، والمساجد ما فيها إلا خير، ما فيها جدال ولا فيها حزبيات ولا فيها شيء، مساجد بيوت الله. أطلب العلم في المساجد، وإلا أطلبه في المدارس، المدارس التي فيها مناهج سليمة وعقائد سليمة، مقررات طيبة، فأنت تطلب العلم إما في المدارس النظامية وإلا في المساجد. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.